عزيزي متابعي اليوم السابع في كل مكان، نحن الآن على شاطئ بورفؤاد، المدينة الهادئة التي تقع على ضفاف البحر الأبيض المتوسط. النهاردة الجمعة وشاطئ بورفؤاد كامل العدد من كثرة القادمين من المحافظات أو المصطفين وزائرين لمحافظة بورسعيد من المحافظات الشرقية وسن الحجر ومنيا القمح، كل المحافظات هنا ومن الأنطرة، كل المحافظات موجودة على شاطئ بورفؤاد الهادئ. طبعا أسعار الشماسي بتتراوح الشمسية من 50 جنيه والبدلات التي تجذب عدد كبير من المصطفين التجول داخل أعماق البحر أو على بعد مثلا 20 30 50 متر لاستمتاع بمياه شاطئ بورفؤاد. الجو جميل والمياه صافية بدون أمواج ومياه صافية وجو هادئ وشمس تكاد تكون يعني حرارة دافئة، ولكن الجو الجميل والهواء النسيم يعطي انطباع جميل للناس المصطفين أو الزائرين لبورسعيد. احنا قدامنا هو بدال من الناس اللي هم يعني مستأجرين البدلات للاستمتاع بمياه الشاطئ وجولة داخل أعماق البحر الأبيض المتوسط. أهو زي ما احنا شايفين بدلات شكل جميل جدا، مما يبرهن ويؤكد أن الإقبال على شاطئ بورفؤاد ما زال يعني يتوافد إليه الكثير، وأصبح الآن الشاطئ كامل العدد. عزيزي ومتابعي اليوم السابع، كان معكم محمد فرج من شاطئ